إفصالية عظام على الهوس الثالث تقال في ليالي حدود الصوم الكبير. تذكرت خطايا جهلي فانسابت دموعي وجلست أبكي كل التنهدات التي في صدري تشعل كالنار في داخل قلبي. ماشورة عقلي تابعتها وأوامر يسوع لم أحفظها. كل مثالات الشر التي لطبيعتي تابعتها تاركا رجائي، لذلك سقطت مثل البي على الرمل. حياتي السمائيين بل والأرضيين حارت لأجل خطيئتي، صرت طينا. هوذا أنا أنظر نفسي مائتة موضوعة في قبر مثل ميت. اجتمعوا يا إخوتي وابكوا معي إلى آخر الزمان، لأني سقطت. أغسل جراحاتي بدموع التوبة والتوسل بالبكاء في الليل، لأنك نشلتني ألا أحتقر. أنا الذي سقط بين اللصوص، حسيت الخطيئة إقلاعها يا إلهي من قلبي مع أفكار جهلي. أعطيني حكمة روحية ونشاطا في صلاتي، لأتعمق في حكمة الكلام وأصير في ود بعد العداوة. أنت تعرف يا سيدي أن حواسي تميل إلى جهالة العالم. ويل لي إذا حسبت زلاتي، فخزي عظيم كائن في مسكنة روحي. يا رب اصفح عن طبيعتي وضعف جسدي.
طلبات العشر. خلصني يا محب البشر لأن حواسي قد غرقت في أهوال هذا العالم. نسألك أيها الملك العظيم، اذكر عبدك في ملكوتك. هو ذا لص قال هكذا، فافتقدته يا ربي برحمة وخلاص. لك الكرامة ولك العزة يا خالق السماء والأرض. اغفر لي قليلا لكي أسترح، لأن غلطاتي وظلمي ثقل علي. جسد ابنك اجعلني مستحقا له ليصيرني جديدا فيما يرضي. أيها الراعي والمخلص، اطلب خروفك